نشوف داخل الجيم شنو الفريقين ممكن يسوون. وبالفعل مثل ما شفنا يا عبود استهدفوا نقدر نقول مارو، بس مع هذا كوفرا سلاح مطروح على أرض المعركة وراح يقدرون يختاروه. كمارو ما شفت أداء بكوفرا، بس كأداء اللي شفناه من مارو متأكد راح نشوف لقطات رهيبة. الفيرست ويا فليكر وألتيميت يا مارو متأكد. منتظر الكومبو الرهيب اللي راح يخلينا ننصدم من عنده. راح يختارون كوفرا والأكس، الاثنين بيكات راح تكون عندهم. بنشوف يا كيوبي كوفرا ومارو، فالاثنين بنحكي شخصية كاونتر لفاني مع شخص كاونتر لكل اللاعبين اللي موجودين كرومر للفريق. فحاليا بنشوف مارو موجود باستخدامه لخوفرا، ناقصهم حاليا رومر، فهل راح يكون جروك من نصيب فريق الأكس للمرة الثانية؟ كان خيار حلو، بس لا تنسى يا كيوبي هلك مع وجوده ببكيته احتمال هو يكون الجنجلر بهاي المرة، لأنه كلنا بنعرف قدرات هلك من ناحية الجنجل أو من ناحية إنه باستخدامه لبكيته. بالتالي اليوم ممكن إنه يكون الإكس بي لينر باستخدام إزميرالدا. هذا القرار راح يكون بإيد الثرونز، أنا ما بأكد. راح نشوف فرانكو خيار حلو ممكن يوقفوا فيه اللي هو بكيته بشكل حلو. ألتيميت وهوكات ممكن تكون من دوريمي، ولا تنسى دوريمي ترى يا كيوبي من مينات فرانكو نقدر نحكي، كذلك مارو من مينات فرانكو. ومنشوف لوي راح تكون من نصيب نانوس، نانوس بيقدر يلعب بلوي والثقة فيه عالية من ناحية لوي وشفناه بجيم امبارح. بس هل الثرونز راح يسمح له يتألق في هذا الجيم؟ هذا اللي راح نشوفه مع البك الأخير مع فريق الثرونز. مباراة اليوم راح تكون قوية صراحة يا عبود، خاصة الجولة الثانية، يعني نشوف بكات ممكن تكون فعالة بأرض المعركة، ونشوف البك الأخير مع الثرونز إي سبورتس واللي هو راح يكون 1-1. الجولة الثانية راح تبلش خلال ثواني. اكتب لنا رأيك بالتعليقات، من اللي قدر يفوز بالدرافت بيك؟ والتصويت راح ينتهي ب 231 تصويت للثرونز إي سبورتس. فهل يا ترى الثرونز راح يقدر يحقق أحلام جماهيرهم، أحلام الفريق اللي دا ينتظره، أحلام الشعب المصري اللي موجود دا يتابع ويانا اللايف، أم الأكس راح يقدر يوفر هذا الشيء وراح يقدر يحطم لعنة الفراعنة ويجيب التعادل وممكن النصر؟ هذا الشيء راح نشوفه خلال ثواني بأرض المعركة. يب، مباراة صعبة ومباراة ثانية ومتأكد راح تكون أكثر جمالية من المباراة الأولى، لأنه هسه الموضوع بدأ يعرفوا بعض بشكل كبير وإيش الخفايا اللي ممكن تكون على الفريقين. مرة عن مرة يعني منشوف احتراف فريق الثرونز ومنشوف ردة احتراف أو ردة فعل احتراف فريق الأكس. فريقين من أفضل الأفرقة الموجودين في الوطن العربي وحاليا بنافسوا على وجودهم في العالمي أو في الجلوبال في بطولة الإمفور العالمية. فخلينا نشوف فريق الأكس موجود واثنين في التوب، كذلك فريق الثرونز والمابلك يا كيوبي. اوكي، بالتوب راح نشوف هنا فرانكو راح يحاول يساعد كلاود كبداية. نقدر نقول كلاود من الشخصيات اللي تحتاج ان واحد يساعدها. ايزن موجودة هنا وكوفرا ممكن بالباسيف يحاول ياخذها، وبالفعل قدروا يكشفوه. خلينا ننزل ونشوف اذا راح يقدرون ياخذون البلو باف من فاني هوك. من دوريمي يحاول انه يجيبه، اتوقع فاني راح يقدر ياخذ الباف، وبالفعل خلينا نشوف بالفعل قدر ياخذه. دا يحاول يجيبه الماروكا فيرست بلاد وموجود يا نانوس، وبالفعل الشخصية اللي تبندت بالمباراة السابقة راح تكون الفيرست بلاد من نصيبه. كلنا او كانت الفيرست بلاد من نصيبه هو في المباراة الاولى، هاي المرة راح تكون على مارو. بنحكي انه خوفرا ما بسمح بالشكل المناسب زي وجود ماشا مع السبرنت او غيرها من الشخصيات. اوه السكن مال يوزونج، اوه السكن الجديد طارد الارواح، من افضل السكنات بالنسبة لي ليوزونج. اوه حلوة منك يا مارو على دوريمي، والتانك موجود ودمج عالي من مارو. بالنسبة كتانك نقدر نحكي الدمج حلو، هل جنك بشكل متأخر او بشكل بعد ما اخذ الويف؟ يوزونج اللي بجنك بشكل مبكر. منشوف هالك موجود بإزميرالدا، وبالفعل ليو هو الجنجلر تبع الفريق، وهالك راح يكون السايد لينر. منشوف حاليا مارو بجهز بالون، ممكن نشوف مهارة أولى على دوريمي بس قرر انه يتراجع ويلغيها. جانج على البوت، ولا تنسى كيوبي يوزونج في عنده مشكلة انه صعب يتحمل ضد الجانجات السريعة او الجانجات القوية عليه زي مثلا إزميرالدا او يورينوس. منشوف يوزونج ودمج وتفعيل الباسيف على إزميرالدا، كذلك فريق الثرونز موجود في البوت وافضل بالجولد بشكل بسيط لصالح فريق الاكس. ترتل بعد 5 ثواني، هل راح تكون من نصيبكم يا الثرونز؟ وبنشوف الاستراتيجيه او الاستحواذ على مكان الترتل بشكل جميل، وبكيتو راح يبدا فيها. خلينا نشوف اذا فريق الاكس راح يقدر يحاول انه ينافس على الترتل، بس مع وجود فاني هنا وتاخرها بالبلو باف راح ينطي ادفانتج حلو للثرونز اي سبورتس ويقدرون ياخذون الترتل بطريقه سريعه. هنا كوبا دي يحاول انه يستمر بالهجوم على ازميرالدا. نعرف انه البلاك دراجون راح يكون شوي صعب بالنسبة نقدر نقول كوان فيرسز وان، بس اذا قلنا كتيم فايت وجود البلاك دراكون راح يكون عامل اساسي. فرانكو هنا موجودة يحاول يجيبه، بالفعل قدر يضرب الهوك بس التنقية موجودة، راح يحاول انه يجيبه. ضرر التور ما راح
راح يرحم، بل ممكن كان يكون الموت من نصيبه وراح يفوت لهم ليو. تنشوف اللي هنا الدمج الموجود يحاول انه يرجع، وبالفعل راح يقدر حمدان مع السبرنت المتوفره قدر ليو يفوت بباكيتو عنوان الرجوله ويخلي لمسته والكل اللي راح تكون الاولى من نصيب لثرونز اي سبورتس. اوكي كفره موجوده هنا راح يقدر يثبته وراح يفوت ليو جوه الدوري يا حبيبي. الكومبو رهيب من الفريق الرهيب مارو ويا ليو، قدر يثبتهم دي يحاول انه يفوت ومستمر بالضغط، ومارو راح يقدر عايش. الفريق موجود بظهرك يا مارو، قوة الثرونز اي سبورتس بتعاونهم بتألقهم بعملهم الجماعي. تنشوف ارجع مارو، ما سدد امدحك ارجع ارجع يا مارو، انت ما معك ماشى بالسبرنت ممكن يفوت بطريقة سريعة ويجيب الكم. هذا اللي شفناه مارو، كان المفروض من البداية الفريق نقذ لك حياتك بس مصر انك تلعبها اجرسيف، والنتيجة راح تكون موت. رومر فريق لثرونز، بنشوف الكل راح من نصيب ايزن بحركة سريعة قدر يصيد فيها مارو بشكل سريع. تفعيل الباسف عند يوزونغ راح يكون صعب على ازمرالدا بما انها تعتبر الشخصيات اللي بتاخذ درع بشكل كبير، فانك صعب لما تفعل الباسف انها تموت كماركس مان او كميج لانه الهيلث تبعها يعتبر عالي. حمدان موجود، مارو موجود، ممكن بالون يشيك البوش، وبالفعل فيوري كذلك موجود كلير للويف وحط الامان بالمهارة الثانية لحتى يتراجع بشكل سريع، وبالفعل قدر يتراجع وكلير ويف سريع بالالتيميت قدر مع وجود ثلاثي. اوكي موجود فاني كان ممكن تموت من باكيتو. ليو ليو موجود بمنطقة خطرة، راح اتوقع راح يقدر ياخذ البوف بس بالمقابل راح يموت بكومبو نقدر نقول من فرانكو ويا لوي تثبيت ويا هوك كان بالتايمينج الصحيح. حاليا حمدان دي يريد يلعبها بطريقة سيف ويريد يجمع جولد ويسوي كلير ويف لحد ما يجيب الديمون هانتر حتى يقدر يشارك بالفايتات، فالموضوع اصعب مما يبدو. بنشوف دوريمي هوكات قليلة نوعا ما انه يصيد فيها الخصوم لصعوبة التحركات، ففرانكو صعب راح يكون في الرانك العالي. بنشوف خوفرا او مارو بيعمل ضغط على فرانكو، ممكن هوك تكون جميلة، كشف من لوي بالالتيميت ممكن انه هو بالفعل الالتيميت ممكن يكون بس على مارو، فيوري موجود كذلك. مارو راح يبلش الهجوم بالالتيميت بس الفريق راح يكون شوية مبتعد عنه. ايزن قدر يجيب الكيل بس اثنين لو ليو دي ينتظروك، وانوان راح يفوت بس ما قدر يفعل الالتيميت. دي يحاول حمدان انه يرجع، دي يحاول انه يتفادى، دي يحاول انه يستمر بس ليو بالمرصاد والفرعون الصغير راح يقدر يجيبه للماركسمان. ليو صحيح انه مات بس كسكور 3-1 مع امبلم تزيد الضرر بال1 فيرسز 1. فرانكو راح يقدر يثبته بس الموضوع صعب، راح يحاول انه يجيبه بالهوك، وبالفعل الكومبو راح يشتغل مع ايزن ودوريمي. دوريمي راح يقدر يعزف لحن الموت على حياته، وايزن راح يقدر يرجع وهو لو. الكومبو رهيب من الفريق الرهيب قاعد مستمر هنا ابو 1-1. حاول انه يتقرب ويفعل الالتيميت، وبالفعل لو انفعله كان ممكن يجيب اثنين كلات لذيذه لمصلحه الفريق، بس مارو دا ينتظر، حاول يجيب النانوس، وبالفعل راح يقدرون يتوقعون توقعات حركات رهيبه من اعضاء الفريق الرهيبين. الديمون هانتر دا يشتغل هنا قاعد دا ينتظر يتقرب حتى يفعل الكومبو الرهيب اللي نعرفه ب 1-1. كان ممكن التيميت مع وجود سبرنت وليس اير. اوكي ممكن يفوت مارو اندر تاور. مارو يا اخي لو يلعب باي شخصيه حتى لو زي خوفرا ممكن يلعبها زي استخدامه لهيلدا او استخدامه لماشا. اوكي وراح يحاولون يثبتوه، هالك حاليا موجود بمكان خطير وراح يقدرون، بس هنا دا يحاول دوريمي بالهوك بس بالسبرنت راح يقدر يرجع، وكل راح تكون موجوده وقويه جوا التور، الكل راح تكون من نصيب فريق الثرونز، ومع هذا ما قدروا يجيبوها الازميرالدا موجوده. اوه باسيف اعطيني باسيف، اوه بالفرس راح يقدر يجيبه. حمدان راح يودع من رومر فريق الثرونز. بنشوف مارو اوكي البلاك دراجون ممكن يجيبها كضحيه، بس هل مع وجود ازميرالدا صعب انها تكون ضحيه بالنسبه للبلاك دراجون؟ ترتل ثالثه على الاغلب راحت لفريق الثرونز. فاني جانج سريع ممكن هاي المره تكون بخطر، جوا التور يحاولون يجيبوه بالفعل مع الباسيف، واخيرا فاني قدر يساعد اليوزونغ ويجيبون الكيل. فيوري موجود وراح يقدر يجيبه، وبالالتيميت راح يقدر يرجع. فريق الثرونز ده يقدر يضغط، ومن ناحيه الجولد والتورات والترتل راح تكون من نصيبه. بنشوف ست كلات مقابل ست كلات، بس من ناحيه الجولد فالاكيد للثرونز ب 21000 مقابل الاكس ب 18000 فقط. اخ جننا مارو مستمر بالضغط ومستمر بالهجوم ومستمر بالابداع. رومر والاحلى، رومر ولا اجمل، ده يكتب لمسته وده يخلي بصمته على كل لحظه من مباريات اليوم. مباراه عنوانها الرومر ممكن يشتغل بطريقه رهيبه
رهيبة. وكذلك ممكن نشوف هذا الشيء مع فريق الأكس. ده نشوف فريق الثرونز ده يقدر يخلي فريق الأكس يتراجع بمنطقة ممكن تكون خطرة. مارو ده يلعبها بشكل أجرسيف، فاني ممكن تودع بفاتك، ممكن تكون هذه بداية النهاية على فريق الأكس. بنشوف ضغط كبير وأكثر من الجيم اللي فات من ناحية فريق الثرونز، ونشوف مارو يمجننه معقد كلاود بشكل كبير من ناحية الجانجات. كل ما يرس بن بلاقي مارو بوجهه، بالإضافة لوان ون ون ورا ون أو مهارة أولى ورا مهارة أولى، قادر مارو يصيد واحد ورا الثاني من فريق الأكس. بنشوف جادو راح يقدر يأخذ البلو باف من جنجلرهم واللي هو باكيتو، بالفعل قدر إنه يأخذه، وبنشوف إنه باكيتو أخذ البلو تبع فاني. ضغط كبير على فاني من ناحية التورات، من ناحية البفات، ومن ناحية الضغط على السايدات. من ناحية 8 دقائق فقط إحنا بنحكي، والضغط هذا كله صاير على فريق الأكس. ممكن تكون مباراة أسرع من المباراة اللي فاتت. مارو موجود بكفر كبير، سيطرة حلوة وواضحة للثرونز. حاليا النتيجة 1-0 من ناحية السكور ككل. فيوري موجود مع مارو ودوريمي، أتوقع قدر يكشفهم. ممكن هوك تكون من دوريمي وفرصة ليليا، يقدر يسحب ليليا، بس راح يقدر يرجع بالألتيميت. فيوري كانت هوك موفقة، بس الألتيميت أتوقع تأخر بيلين، ممكن إنه يسحب كوفرة، وإذا سحب كوفرة الموضوع راح ينتهي لمصلحة فريق الثرونز. بلشوا باللورد وفاني موجود بس ما عنده البلو باف، الفريق راح يحاول يوفر الكفر. ليليا كذلك موجود، البلاك دراجون راح يفوت بالباسف وبالضرر، راح يحاول يجيبهم، بس ليو راح ياخذ الفرصه وراح يقدر يضمنها، وبالفعل قدر يضمنها. البلاك دراجون راح يفوت، قدر يجيب ليليا، موجود هنا كلاود بالكومبو سريع، بس وان وان موجود، بيسك ورا بيسك من جادو، راح يحاول ايزن يفوت، قدر يجيب الكيل الاولى، وليو راح يقدر يجيب الكيل الثانيه بواحد اتش بي. انا هيومن رياكشن من ليو راح يقدر يثبتهم. فريق الاكس راح يستمر بالهجوم وممكن يجيب الترابل شان بيها المياك، بس الشت داون لمصلحه فريق الاكس. وايب داوت ولا احلى، وايب داوت ولا اجمل لمصلحه فريق الاكس. بس مع هذا الثرونز قدر يتالق، قدر يبدع، قدر يخلي بصمته بهذا اللورد. اللورد الاول راح يكون من نصيبهم. فريقين دي ينافسون على المستوى العالمي، فريقين دي يقدمون اداء ممكن ينافس اداء الفرق الموجوده حاليا. فريق الاكس والثرونز متعه وقصه لا تنتهي. مع وجود فاني الثرونز او تحديدا ليو، ما بقى هو وقف وقال انا ميت، بل بالعكس قدر يهجم بوكس ورا بوكس ولكمه ورا ركمه. كان ايزن هو الضحيه، دوريمي موجود والتيميت كان اوكي، راح يكون ضحيه بالفعل. فليكر سريعه ممكن، حلوه منك، حلوه منك يا راح يقدر يدافع نانوس على رومر الفريق ده. نشوف انه كان ممكن بالتيميت يسحبه، ودخول من ازمرالدا بالالتيميت انه يثبته، بس اللورد راح يتقرب. وكذلك ممكن تكون النهايه، راح يهجمون على لوي، ده يحاول يصيده، بس لوي راح يقدر يجيب الكيل، ومع وجود كلاود قدر يجيب الكيل الثانيه. ازمرالدا ممكن تودع، الفريق راح يقدر يهجم، ايزن موجود، الكيل البعض ما بعدها كيل، بس بالشيلد راح يقدر يرجع، الانرجي راح تخلص. دوريمي دا يحاول، بس هالك موجود، اثبات وجود من ازمرالدا، راح يقدر يرجع وهو واحد اتش بي. الثرونز بهذه المباراه دا يتالق بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. نشوف انه الثرونز لديكم لا خوف عليكم، والعكس بيحاول يقاوم الضغط الكبير، وبالفعل قدر او نجح بانه يقلص فارق الجولد مع الوايد اوت والتريبل كل اللي كانت من نانوس، والتريبل كل كذلك من ليو. ليو مبدع في هذا الجيم، قادر يضغط، قادر يساوي ضغط كبير. جادو كذلك، جادو من الافضل ماركس مانات اللي ممكن نتحدث عنهم يا كيوبي. بنشوف هل كذلك مربح او مكسب كبير بالنسبه لفريق الثرونز، وبنشوف 4 تورات مقابل 2 وبيحاولوا الاكس انه يفكوا الضغط. كوبا صراحه قدر يستوحش باستخدامه ليوزونغ، فوكس ليليا مع عدم وجود الالتيميت، مع الباسف قدر ينهيها. ليو موجود وعينه على البف، والهدف الكبير هو البف. ممكن هوك اوكي، اوه والله قريبه قريبه من دوريمي، محاوله جميله كان ممكن يصيد فيها باكيتو، وبالتالي راح يكون باكيتو هو الضحيه وليس بفاني. بنشوف مارو كذلك، كوبا موجود، ممكن استنات مارو مأثر بشكل كبير على حمدان، ولو تلاحظ كيف بيلعب بطريقه سيف بسبب خوفره باي مكان، وخوفره من الشخصيات كيوبي اللي ان بوش تانك، بتقدر تحكي عنه التانك اللي بيلعب من البوش. كذلك فرانكو التانك اللي بيلعب من البوش، ما لازم يكون ظاهر حتى ما الناس تتوقع الهوك تبعته، يكون دائما موجود في البوش. ايزن في التوب قدر يهجم على ليو، مع وجود وان وان قرر انه يتراجع. لورد موجود، لورد ثاني، لا فريق الاول كان للثرونز، وحاليا الثاني راح يكون من نصيب مين؟ لازم الاكس يشاركوا لحتى يقدروا يرجعوا يتنفسوا في المباراه. حاليا خلينا نشوف شنو ممكن الفريق يسوي، راح يقدرون ينتقلون ويقدرون يفوتون. ممكن نقول باك دور على الفريق، كوبا راح يفوت بالالتيميت، وازميرالدا دا يحاول يوفر كفر بس راح يموت. البلاك دراجون راح ينتقل، ونوك اب حلوه، الكومبو من الاكس، قدروا يجيبون الكيل، بس فريق
ثرونز اي سبورت موجود وبالمرصاد، قدروا يجيبون اثنين كيلات. ده يحاول جادو انه يستمر بالهجوم، اللورد ممكن يكون من نصيبهم. وانو نحاول بس هو اسطوري من دوريمي قدر يجيب بها الكيل، وكذلك مارو. عنوان التألق من رومرز الفريقين، مارو ويا ثرونز اي سبورت، واكس موجود الدوريمي عنده قدر يثبت. ده يحاول يجيبه وبالفليكر مستمرين. مباراة ولا اجمل، مباراة ولا امتع، عنوانها ابداع وتألق من رومرز الفريقين. فريق لثرونز اي سبورتس معاهم مارو وكذلك دوريمي، ذكرنا بوجوده، ذكرنا بامكانياته، ذكرنا بقوة الهوك الموجودة عنده. قدر يصيد مادو بهوك ولا احلى. منشوف يا كيوبي قصة كتبها الرومرز، دوريمي ومارو بمباراة ابداعية كانت من الفريقين وغير اللاعبين. ليو قادر يبدع بشكل كبير، ايزن كذلك، ومنشوف السيطرة من وان وان اكبر على حمدان. حمدان وجود خوفرة مأثر بشكل كبير عليه، حمدان مش قادر يتنفس مع وجود مارو. يا اخي مارو معذبهم، معذب اي فريق ممكن يطلع الماركس مان قباله، باي شخصية ممكن يكون بيقدر انه يبدع. طالما مارو المستخدم فلا خوف على الشخصية، طالما مارو هو المتحكم فلا خوف على اللاعب او على الشخصية اللي بيكون هو متحكم فيها. لورد موجود الدقيقة 13، فيعتبر لورد مقوى وممكن يكون مصلحة او شكل كبير فيه. أوه. ايزن موجود بمنطقة خطرة، سكند حلوة من مارو، حاول يثبته بس بالنهاية لنأتي ايزن، تحكي ايزن انت يا كيوبي. فمباراة من نار بين الفريقين، مارو حاول، ممكن بالفعل كشف فرانكو بشكل حلو، التمت من فرانكو كان غريب وعشوائي، كان ممكن ما يستفيد منه. وان راح يحاول قادو انه يفوت، وان وان كذلك، بس الفريق راح يقدرون يصيدوه الكفرة. قادو مستمر بالهجوم، حاول يفعل التمت وفيوري، ده يحاول يوفر الكفر، راح يتخرب ليو من عندهم. حاولوا انه يبلشون فايت، بس صراحة خسارتهم الكفرة ممكن تأثر عليهم. 25 ثانية ممكن يحاول الفريق يرجع بيها او يبلش بيها فايت، ممكن يكون نقدر نقول عنوان بداية رجوع الأكس بعد سيطرة دامت للثرونز من ناحية التورات والباقي أعضاء الفريق. هنا الوحش الأخضر موجود، قدر يكشف المنطقة، وقادو ويا ليو موجودين بمنطقة خطرة يقدرون يفوتون. نانوس موجود بمنطقة خطرة راح يقدرون يهجمون، دي يحاول يفوت وانوان ممكن يفعله. أوه. بس نانوس راح يخلي كلمته، راح يخلي بصمته للمرة الثانية يتألق. ميج فريق الأكس مستمرين بالضغط، بس ليو موجود وفول اتش بي. دوريمي دي يحاول يشيك، ومثل ما نشوف الضغط الموجود اللورد راح يكون من نصيبهم، بس ليو راح يفوت ويقدر يجيب الكيل المصلحة فريق الثرونز. ليليا راح يفوت فيوري، اثنين كيلات من نصيب الفريق، بس للأسف ليو راح يودع. بنشوف حاليا فوت حلوة من ايزن، قدر يسرق فيها اللورد بالفعل، محاولة جميلة من ليو بس كانت صعبة على انه يقدر ياخذ اللورد قدام استنات الفريق الخصم. منشوف حتى جاء هالك فوكس نانوس، لو لاحظت يا كيوبي لما رجع قدر يفوكس، وكان ممكن يقتله. الالت تبع نانوس انقذه بشكل حلو. ايزن موجود، حتى ما اخذ البلو تبعت فريق الثرونز، البلو تبعته متوفرة فلازم انه ياخذها لحتى يقدر يعمل هجمة متكاملة مع اللورد. فارق جولد بسيط جدا بين الفريقين، مباراة راح نشهدها طويلة للمرة الثانية. التمت من لويل حتى يشيك البوش، وبالفعل راح مع فرانكو. دمج لويي مرعب، ممكن نشوف هوك من فرانكو بالميد والتيميت وستاند. خلينا نشوف، وبالفعل راح يقدرون يجيبوه. حاول انه مارو يجيب او مساعده لفيوري، بس صراحه دوريمي هوك متالق. الرومرز فليكر والت، فليكر والت في الميد اسطوري كان الرومرز، يعني الرومرز عنوان الجيم هذا الرومرز. اوكي يب. فخلينا نشوف الفريق شنو ممكن يسوي. فريق الاكس ضد الثرونجي سبورتس ممكن تكون كذلك مباراه طويله. حاليا توراتهم الاساسيه موجوده، بس هذا ممكن يخليهم عرضة للخطر. راح يجيبه هنا بهوك، يحاولوا انه يوفرون ضغط على الرومر، بس ممكن بالتيميت يثبتهم. بس لوي موجود والبلاك دراجون كذلك، راح يقدرون يصيدون للرومر من بين احضان الفريق. ايزن ده يحاول انه يفوت بيناتهم، كيبل ورا كيبل من هذا الجنجلر العنيد. تورات الاكس تتساقط كالمطر في فصل الشتاء، في عاصفة يضربها فريق الاكس. فهل يا ترى الثرونز راح يرد الحركة، راح يرد الهجمة، راح يقدر يرجع بالجيم؟ خسروا توراتهم الأساسية مثل ما نشوف، والأكس عدم توراتهم الأساسية، تور واحد خسروه واثنين موجودات. بالنسبة للأكس ممكن التوب يكون سبليت بوش غريب أو مفاجئ بالنسبة لهم، بس الثرونز كذلك عدهم المباراة، عدهم الأدفانتج مع وجود مارو. إذا قدر ينطيهم ستان صحيح
ممكن نقول نهاية الجيم. بنشوف يا كيوبي انه اللاعبين كلهم عدا التانكات قدروا يجيبوا الفول بيلد من ناحية البيلد تبعهم، فهم فل حاليا. محتاجين انه يكون اوكي هالك، ممكن يكون دوريمي بالاختفاء ممكن اختفاء دي حاولوا نصيده بس تفادي حلو شفناه منه هالك، وبالفعل راح يقدرون يخربون الاختفاء اللي حاول دوريمي انه يسويها. لورد بعد 30 ثانية ممكن يرجع بيها الجيم ويرجع بيها الفريق، بس هنا الثرونز عندهم خططهم، الثرونز عندهم استراتيجيتهم، ممكن يفوتون بحركة مفاجئة تصدم اللاعبين. خطر اللورد موجود وأوكي جادو في مكان خطير، عايزن حاول يفوكسه بس الحماية المكثفة موجودة عليك يا جادو من صديقك مارو. بالفعل هو من أفضل التنكات الموجودين، اللورد راح يأثر بشكل كبير على الفريق اللي راح يخسر اللورد، فلازم يكون هذا اللورد من نصيب واحد من الاثنين. راح يستنوا للدقيقة 18 لحتى يكون اللورد الأفضل الموجود، بعد 15 ثانية مارو راح يشيك وبالفعل راح يكشف دوريمي. ممكن هوك اوكي موجود لويي، لا 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 مع الفليكر ما زبطت يا دوريمي، يا ريتها ما طلعت اللقطة. وبنشوف دوريمي المهارة الأولى مع الفليكر بس للأسف لو عوضها على ليو كان طلعت بشكل جميل. بنشوف هوك مع فليكر لم تنجح بالنسبة لفريق الأكس أو تحديدا لا دوريمي، كان ممكن يكون ضحية مارو إذا زبطت الفليكر. لورد موجود الدقيقة بالفعل 18، فهذا اللورد يعتبر من أخطرهم اللي موجودين وراح يبدأ فيه الثرونز. أوكي خلينا نشوف قدر يجيب الباكيتو بس ممكن يموت، ضرر عالي من الفريق على ليو، قدر يثبته وبالفعل راح يفوت. قالوا ده يحاولوا إنه يسوي لهم الكومبو، ده يحاولوا يفعل الألت بس الدبل كيل لمصلحة الأكس، الكومبو ممكن يرجعهم، الضغط ممكن يفوزهم. راح يحاولون يجيبوا المارو، مارو ده يحاولوا الكيل الثالثة لمصلحة فريق الأكس، راح يحاولون يأخذون اللورد، اللورد اللي ممكن يحطم توارات فريق الثرونز الأساسية. قرروا إنه ما يهجمون ينهون، يعرفون إنه فيوري موجود يقدر يسوي كلير ويف سريع. بالنهاية دنحكي على ليليا بس القتلة الثلاثية ممكن تأثر، ممكن نقول بداية النهاية للثرونز، بداية التعادل للأكس وعودة فريق الأكس للمباراة. خطأ كارثي صار من ليو تحديدا من فريق الثرونز انك تشيك البوش مع وجود فرانكو مع فريق الخصم، كان هو ضحية وراوان وان، وبالتالي كان خوفرا هو الشخص الثالث من فريق الثرونز راح يكون ضغط كبير على الفريق. بس فريق الثرونز بالحمل وموجود بالترسانة الدفاعية اللي موجودة عندهم ممكن انهم يقدروا يتفادوا اللورد، بس اللورد مطور في منها خوف يا مشجعين الثرونز. هل هو الخطأ الكارثي؟ هل وقع الفأس بالرأس يا الثرونز؟ هل هو الخطأ الأخير اللي نفذته قدام الأكس؟ هذا اللي راح نشوفه ونلاحظه في المباراة أو في الهجمة التالية. ليو موجود، الترسانة الدفاعية تتكون واللورد موجود لحتى يكسر الترسانة، فمن سينجح في الهجوم أو الدفاع؟ اللورد راح يتقرب والأكس كذلك، ممكن يحاولون يضغطون بس الثرونز سبورت يحاولون يجيبون كلير ويف سريع، وبالفعل ممكن يجيبون ده حاولوا يجيبون الهالك وبالفعل كيل سريعة. هوك كانت قريبة بس النوك اب موجودة ومارو بالألتيميت راح يقدر يثبت الفريق. فيوري قدر يجيب الكيل الثالثة، مارو ده يحاول يستمر بس لوي ويا كلاود موجودين قدروا يجيبون الكيل، كيل مقابل اثنين كيلات. هل ممكن النهاية؟ هل الأكس راح يقدر ينهي أم الثرونز راح يقدر يدافع؟ قادو موجود هنا وبالألتيميت ممكن ينهي الفريق، ده يحاول إنه يفوت، قادو مستمر ده يحاول يجيبه. فرانكو هنا بالألتيميت ده يحاول يتقرب من عنده بس هايزن راح يرجع بطريقة سريعة. ليو ده يحاول الكومبو سريع من حمدان موجود هنا وراح يودع. فيوري الأخير ممكن نقول النهاية، الثرونز راح يودع، راح يقدرون الأكس يثبتون نفسهم والنصر راح يكون من مصلحة وحوش هذا الدوري البطل.